رحبت المملكة باستئناف المحادثات بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع في جدة، وداعية الأطراف السودانية إلى استئناف ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة بحماية المدنيين ووقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع من الطرفين. وأكدت المملكة حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني ودعما لإنهاء الأزمة والوصول إلى اتفاق سياسي يحقق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.